طبعا هذه قرية سنع مشهورة بالخضرة والأماكن الجميلة، وسبحان الله خضراء طول السنة، وفيها عيون تضخ ماء طول السنة. ما معلوماتك عن سنع يا بلس؟ ايش مشهورة بالبلس والبرقوق؟ اي في كل مكان. طبعا سنع هذه اين هنا؟ في غرب صنعاء. ايوه يعني في قرية حدة صح؟ جنوب قرية حدة. جنوب قرية حدة. غرب صنعاء. يعني تقع سنع غرب صنعاء جنوب قرية حدة. هم أشجار معمرة. أشجار معمرة كم أعمارها بالضبط؟ تقريبا يقال عمر القرية فوق 400 سنة. 400 سنة؟ تقريبا أو 500 سنة. ما شاء الله الخضرة اللي فيها على مدار السنة تظهر حتى يعني من وسط صنعاء. أيوة. على شكل غطاء أخضر. يعني غطاء اخضر فوق الجبل. قصدك لما واحد يصير مدينه صنعاء ايوه بيشوف المنطقه هذه كلها خضراء. سبحان الله. اذا واحد شاف الجبال اللي في غرب صنعاء بتكون ظاهره. وقلت لي مشهوره بلاش بالبرقوق وايش؟ والتين الشوكي. وللاسف الان بدات تنتشر فيها زراعه القات. هذا هو الشيء المؤسف، لكن ما نسوي، شعب مخزن الله يسامحه. بس ما ادري ايش ممكن تدخل. طيب يعني الاشجار هذه تقريبا كم عمرها؟ هذا اشجار معمره. وهذه مقبره في القريه سلام قوم انتم السابقون ونحن اللاحقون. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله يرحمهم. الله يرحمهم. يعني الاشجار معمره من 400 سنه. هذا مئات السنين هذا الاشجار. سبحان الله. ان لم يكن اكثر. اتقصد بالتين الشوكي اللي هو هذا؟ طبعا سنع مشهورة بالتين الشوكي. ايه. موسمه قد كمل صح؟ موسم النعم كمل. متى يكون موسم التين الشوكي عادة؟ هو لا الان تقريبا بيكون مع بداية الصيف. مع بداية الصيف؟ ايوه. وفوائده ما هو يبعد العطش. كمان لانه في الصيف يبعد العطش. ايوه. يعني كل حبتين تحس انك ارتويت. الهبل عند صاحب البلس. ما تلاحظش؟ فقط يعني يكون رشش عليه الماء. بعد ما تلاحظش؟ عندما تاكلها تحس انها خرجت من الثلاجه، كانها من الثلاجه. سبحان الله. ما تلاحظش؟ مبلله. حتى اصوات العصافير يريح النفس. سبحان الله. لا اله الا الله. طبعا اللي ما سمعش عن قرية سنع فهي هذه كلها خضراء، وأشجار البرقوق كمان تملي هذا المكان. وأعتقد موسم البرقوق كمل صح؟ وهنا نسمع خرير الماء. الماء هنا طول السنة. طول السنة. سبحان الله. الماء هذا بيمشي من وسط البيوت وطول السنة. ما شاء الله. ما رأيك؟ ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وكمان قرية سنع مشهورة بأشجار الطلح، بس الأغلبية التين الشوكي. التين الشوكي في قرية سنع يعني كثيفة جدا، أشجار كثيفة جدا. طبعا الموسم كمل، لكننا عم نشوف
زهور والأشجار وكل بقعة. سبحان الله. ما رأيك بالتين الشوكي يا أخي؟ أنت عارف إن أنا شفت في صورة القطعة هذه، القطعة هذه بس كم سعرها باليورو؟ ما أعلم والله. في صورة في الخارج بيبيعوها يعني، تخيلوا هذه القطعة لحالها يبيعوها باليورو. باليورو والله باليورو. نحن هنا ما شاء الله الطبيعة الخلابة هذه أنتجت لنا جارة التين الشوكي من الطبيعة يعني من غير تدخل الإنسان، كلها أشجار تين شوكي. يا سبحان الله ما شاء الله. شوف كلها ممرات، كلها تين شوكي ما شاء الله. ايش اسمها العلمي يا محمدي؟ هي من عائله السفاريه، كاكتوس. ايوه اسمها الانجليزي يعني. بس سبحان الله السفاريه. انا ما قد شفت قريه مثل صنع يعني كثافه التين الشوكي بشكل كبير. سبحان الله. طبعا قريه جميلة جدا وأجواء ريفية، أصوات عصافي وكل شيء متوفر. ما إيش اللي ينقص يا محفدي؟ اهتمام الدولة. والله صدق لو كان في شوية اهتمام من الدولة كانت هتكون يعني ملاذ سياحي. ملاذ سياحي عدلنا الدولة أرباح. اي والله وإيرادات مهولة. والله إن هذا كنز يا أخي، والله إنه كنز. ها؟ فعلا. يعني شوف سبحان الله. اهتمام من الدولة. وفي اهتمام بالموارد السياحية. إنه لا يدخل للدولة دخل. ايوه دخل النفط والغاز. امانه ارجع اشوف امانه واحده قطعه سعمها هذه باليورو، واكيد لها فوائد. طبعا ما عندهم الاجانب الفكره والعلم كيف ايوه لها من فوائد، ما يشتروها بالمبالغ هذه الا ولها فوائد كبيره. اكيد يا رب. سبحان الله الجو. وبهذا يعني شارفنا على الخروج من القرية. هذه القرية بشكل عام سبحان الله كلها بين شجر، كلها بين شجر، يعني أجواء مريحة للنفس. وسبحان الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.